بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناة الأخير بشر، جبنا لكم فيديو جديد صيد الحيوانات بالسهم. هنشوفها تا مع بعض. الخنازير البرية، شوف 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 شوف، السهم يخترق الخنزير، إصابة مميتة. طبعا الخنازير من الحيوانات القمامة، إصابة مميتة. الكبش، شوف 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 العادة، السهم اخترق الكبش. هنشوف ايه اللي هيحصل. الكبش بيقول فيه ايه، شوف شوف شوف، خلاص الدم والقلب ابتدى يوقف. شوف 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 شوف، الكبش يترنح، سقط، اصابة مميتة. الخنزير البري، إصابة مميتة، أصابه في القلب. هنشوف إيه اللي هيحصل. في الرأس، إصابة قاتلة. طبعا هنا الخنزير ملوش أي فرصة للهرب. شوف شوف شوف، إصابة مميتة في الرأس. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، إن ما اشتركش اشترك معانا، وأنا أوعدكم بإذن الله تعالى جاي يكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل الله تعالى. السهم عدى وفات. الغزال، إصابة قاتلة. الصياد بيستهدف الرئتين والقلب، الأماكن المميتة للغزلان. الخنزير، إصابة مميتة. شوف السهم اخترق الخنزير ونزل في الأرض، إصابة قاتلة. شوف 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 شوف، السهم عدى وفات. طبعا الأقواس اللي بيصطاد بيها الخنازير أقواس معدلة. شوف 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 شوف، السهم يخترق وينزل في بركة الوحل، إصابة مميتة. إصابة قاتلة. هنا الصياد بيستهدف زي ما قلنا القلب. شوف 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 شوف، كده الغزال ملوش أي فرصة للهرب. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.